جيش طلع علاء عبد الغني. لا هي اللقطة دي كانت لقطة يعني فجائية بالنسبة لي. كان في كلام كتير جدا من الدكة. الحكم انظرنا مرة واثنين، طبعا دي مش موجودة في الشاشة، انظرنا مرة واثنين وثلاثة. فانا خفت، انا كنت كسبان الماتش، فخفت ان الحكم يقلب بقى وبتاع ويطرد حد وتحصل مشكلة، فمش عايز، وتركيز اللعيبة يتشت وحاجات كتيرة جدا. فانا لما لفيت محدش كان، لقيت علاء عبد الغني في ظهري وواقف عمال ايه يزعق للحكم. فالحكم لقيته جاي عليا فاهمني في وقت ما علاء واقف ورايا، فانا لقيت الحكم جاي ومتحفز ورحت راجع فعملت الموقف ده. فالحكم حتى على الاقل لو هو كان واخد قرار بالطرد او بالانذار ما خدوش، لو تلاحظ ما ادهوش الموقف ده. يمكن عند الناس او بان عند الناس ان هو موقف مش حلو، لكني كنت بدافع عن الدكة كلها في الوقت ده. يعني مش عايزين هم افضل مدرب، لكن كلهم ما شاء الله، كل مدرب اتمرنت معاه اضاف حاجة لطارق يحيى. يمكن مايكل ايفرت كان اثر فيا لانه علمني ازاي تقف على الخط. كان بيجي، دي معلومة للوينجرز عموما، يعني الراجل ده كان يجي يوم بعد المباراة بين الشوطين يبص كده لكعب رجلي، كعب رجلي الجزمة بتاعي، لو لقى كعب الرجل الجزمة ابيض انا اشتغلتك صح. كعب الجزمة، اقول لك بقى الحكم، انت لو انت وقفت ظهرك للمدافع يا احمد، هل رجلك هتيجي على الخط؟ مش هتيجي على الخط صح؟ انا زمان كان في جير، الجير بتاعنا كان ما كانش بلاستيك كده، كان في جير، الجير بيبان، فاهم قصدي؟ غلابة بقى انت عارف ما كانش فيه. فانت لو وقفت كده وده خط التماس اهو، وقفت كده رجلك مش تيجي على الخط، اوكي؟ فانت واقف ايه؟ ظهرك لمين؟ للمنافس. انت واقف غلط، ودي حاجه انا بقولها للعيبه دلوقتي الوينجر بالذات، طول ما انت مستلم الكوره وظهرك للمنافس مش تقدر تعمل بيها حاجه. لكن لو انت استلمت الكوره ووشك للملعب، يعني ظهرك للخط مش جنبك للخط، فانت بترجع لورا، فكعب الجزمه بتاعتك الاثنين بيجوا فين؟ على الجير، فبيتعاص جير طول ما انت شغال صح. ليه؟ انت شايف المنافس وشايف زميلك وشايف الكورة، الوقفة بتفرق. فعلمني الوقفة دي، عشان كده الواحد كان بيستلم الكورة ويخش جوه يجيب جوان وكان بيعدي يعني فاهم. فانت الوقفة بتاعتك صح، لو وقفت غلط مش عارف تتحكم في الكورة. فكان دايما يجي يبص على الجزمة بتاعي يجي يشوف، اوه اشتغلت صح النهاردة بس اوكي. في كابتن ابو رجيلة طبعا ما اقدرش انسى فضله عليا، ربنا يديله الصحة ان شاء الله. فازوفيتش عمل حاجة مختلفة تماما عن اي مدرب جنة. قال لك عادل عبد الواحد وطارق يحيى دول لعيبة صراع، ليه لعبوا على الخط؟ لعبوا اتنين فراودة، انا جبت 11 جون في السنة دي وعادل الواحد جاب 7-8 جوان، فاهمني؟ فانت بتتكلم في مدربين اضافوا لك بشكل كبير جدا يعني الحمد لله. لا مين الافضل؟ الاثنين الخطيب وحسن شحاته الاثنين في حته في مكانه مختلفه تمام اي لاعب. واللي ما لعبش كوره مع حسن شحاته والخطيب مع احترام لكل اللعيبه اللي جت قبل كده او بعد كده ما استمتعش، فاهمني؟ انا استمتعت الحمد لله، لعبت مع منتخب مصر مع الخطيب ولعبت مع كابتن حسن طبعا فتره قصيره في الزمالك، لكن استمتعت بيها جدا جدا. ودول افضل اثنين لعيبه انت يعني في اعتقادي تقدر تستفيد منهم في الملعب. اثنين اذكياء جدا، هدافين. كابتن حسن رجل الشمال جاب فيها اجوان، اليمين جاب هيدز جاب اجوان، خطيب نفس الكلام. ما بتلاقيش كده دلوقتي، نادرا لما بتلاقي حد الشمال ويمين وهيدز، فاهم؟ يعتبر من افضل اللعيبه اللي جت في مصر في الحقبه الثمانينات. مين الافضل؟ ما اقدرش اقول لك الافضل، لان الاثنين يعني متقاربين جدا في المستوى. والله مواقف كتيره جدا جدا، يعني انا افتكر موقف مش معايا انا مع لاعب من نادي الزمالك، كان في ماتش اعتزال حد في عندنا في استاد حلمي زموره، وكان الخطيب موجود للاعب ده تكريما للاعب ده، وحصل موقف من لعيب كبير في الزمالك بيشتم لاعب عندنا في نادي الزمالك لسه طالع يعني. فالخطيب سمع فراح صالح الولد اللي هو الصغير ده. ده موقف ما حصلش معايا انا، حصل مع لعيب، فانا احترمت الخطيب. في كابتن حسن مواقف كتيره جدا بقى. كابتن حسن حتى عمري ما انسى، كان كنا بنلعب مقاولين العرب، كان في
تركه كده بتتعمل في مؤن عرب بين علي شحاته وما بين الريشه، كان عندهم لعيب اسمه ريشه وينج رايت، فيجي ريشه عشان ياخد الكره من علي شحاته ويسيبها ويروح عاملها له على طول، ده تريك يعني مؤن. فحذروني منها، وابراهيم يوسف بالذات حذرني منها، قال له على اساس ان هو مدافع يعني. فالمهم اتعملت التريكه دي وانا ما جريتش مع مع مين؟ مع مجدي ريشه. المفروض ان نجري مع مين؟ مع الراجل اللي هيجي اللي هيروح اللي ياخد الاول. جه ابراهيم يوسف اداني بنيه جامده جدا. عمر ما انسى موقف حاجه حتى في بين الشوطين، كان ماتش الشوط الاول. انا نزلت الملعب، نزلت اوضه اللبس، قلعت الجزمه والشورت، دخلت خد دش. قلت له مش هلعب، مش هكمل ماتش، مش هقدر اكمل ماتش. مستر مايكل احترم رايي على فكره في القصه دي. كابتن حسن شحاته بقى وقف وقفه معايا في الموقف ده غير طبيعي مع رحمه الله ابراهيم يوسف. ابراهيم من اللعيبه الرجاله قوي، ما بحبش حد يغلط يعني. فعمر ما انسى موقف كابتن حسن شحاته وقف معايا في الموقف ده غير طبيعي غير طبيعي. مش عايز احكي طبعا ايه اللي حصل، لكن عمر ما انسى الموقف ده معايا.